دلوقتي هنعمل وصفة البرجر بتاعتنا. علشان نعملها عايزين طبعا عيش برجر، عايزين لحمة مفرومة زي ما اتفقنا، 900 جرام لحمة مفرومة و100 جرام دهنة، عايزين ملح وفلفل، جبنة تشادر شرايح، طماطم شرايح، خس وكاتشب ومايونيز وماسترد. هناخد لحمة مفرومة من هنا، خليني نعمل شوية كده منها، يعني دول كفاية. هناخد الملح والفلفل، ادي الملح وادي الفلفل، وزي ما قلنا هو فقط ده اللي بيتحط للبرجر، مش اكتر من كده ابدا. هنعملهم بقى كده كويس عشان الملح والفلفل يتوزعوا. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب السكينة ناخد شريحة، ومش اللحمة بتاع، مش الجبنة بتاعة البرجر، لأن جبنة البرجر بتبقى كتير رقيقة وبتسيح بسرعة، اللي هي السلايسز دي. لا احنا هنجيب، هناخد، أنا بحب اللحمة دي أكتر، الجبنة دي أكتر مع اللحمة دي، مع نوع البرجر ده. فهنفتح كده، ناخد كده البرجر بتاعنا، ونعمله بالشكل ده، ونحط الجبنة. دايما اقطعوا الاطراف كده احسن، علشان دايما الاطراف بتبقى، طبعا لانها مربعة والبرجر مدور، فالاطراف دايما بتطلع بره، بس كده بتبقى ممتازة. شايفين كده اهي كده، ونقفل عليها بالشكل ده، ونتأكد بقى من الاطراف انها مقفول عليها كويس جدا جدا جدا. كده تمام. وبعدين نعمل كده تاني، نحاول الحتة اللي طلعت دي ندخلها علشان بس اتاكد ان الجبنه ما تطلعش خالص من الاطراف بتاعه البرجر بتاعنا. خلاص كده تمام، كده تمام اهو. نحط بس فيها نقطه زيت، ونحط فيها برجراتنا الجميلة اهم، وندخلها الفرن صراحة على درجة حرارة عالية، يعني اعلى درجة حرارة في الفرن هي اللي هنحط عليها البرجر بتاعنا. البرجر بتاعنا اللي هو في الفرن، هناخد، انا هنا حطيت كاتشب ومايونيز وماسترد مع بعض وقلبتهم، وهحطهم هنا في قاع الساندويتش بتاعنا. ونحطها كده هنا، بسم الله هكذا. ونحط عليه بقى، لو عايزين تحطوا عليها اي حاجه يعني حطوها، ما انتوش عايزين تحطوا ما تحطوش، زي ما انتوا عايزين. احنا خلينا نحط بس كده خصايه وطماطمايه، وبرده ممكن نحط هنا شويه من الكاتشب والمايونيز والماسترد اللي عندنا، ونقطع بقى البرجر بتاعنا. ادي شكله،